على الدوزين حفلات وتنتمي مثلا نقول لهم اكس ومن هذا الاعداء اللي عندي وهذا الشيء كامل هاد الناس ناجحه فيش علاش نقول واحد الكلمه ربما ما كيعرفوش الناس الحمد لله مرضي الوالدي بامتياز بامتياز مع مرضي الناس الموسيقيين كيخدموا معايا صافي نوط ولا صوتي ونقول لك سامي كيتعصب الى دار القاشي فوس النطوه ولكن في الفلوس كنخلص ديك الساعه شي كيف ما بلاصي كنعطيه لهم السهره ولا كان مريض شي واحد عنده شي مشكل وغير باش تلقى عيط لي كنوقف معاه رجله هذه هي الجدل هذا كتسنى هذا جدل هذاك اكس انا غير نقول حاجه ربما ما عرفوش واش سميتيش عليا وخصهم يعرفوها الصحافه انا بقول لا بغيتهم يعرفوها وهذا القدر انا عمري قلتها هذاك اكس اللي بلا ما نهضروا عليه اللي جبت عليه هضرنا عليه قلنا طالما كيغني شويه هذا شنو هو السبب ديالي انا باش درت الثانويه شنو هو المشكل انا غنقول لكم شنو هو وأقسم بعزة الله إلا زدت قد هكا غدا يوم القيامة حتى واحد ما يسمح لي كان عندنا برنامج في قناة إكس لما جبدوها هي برنامج ديال واحد البرنامج غادي تدوز فيها 100% سهراني ألوغ هذاك السيد شد واحد الفنان ميديه حنا حبسنا الطوناج وشدو وقال لهم عطيني التصفيقات على هذا اللي كيبقى ديما الملك ديال الراي لواحد السيد خو هذوك الفنانين اللي كاينين ديال الراي كاملين ومنه اخي السيمو خا كيشوف فيو كيضحكوا يعني السيد كيقصد كيدق عليك يعني كيحك عليك رغم انا ما جاوبت وكنت كنضحك هذا الشيء راه حنا خارج اطار سالينا التصوير فاش جات الوقيته ديالو هو طالع باش يغني ولا هبا رميت له واحد الكلمه باش نبين له نعرفو واش راجل رميت له واحد الكلمه باش يبين لي الرجوله ديالو ما بقاش يهضر حيت ما عندوش هذا عنده غير هذا الصنطي عنده كلارينات هنا ترومبات فهمتيني هذاك هو المشكل اللي انا ما كانش عندي مع المشكل وبالعكس معمري انا عارف داك السيد ضعيف في الغناء هو ضعيف في الغناء ماشي نقول له معمرو يتعلم لان ربي ما خلقوش مغني ما خلقوش عنده الكرسي هذاك السيد اللي اكس ولكن انسان باش يتعدى عليك انت ما بينك وبين والو بحال في مثلا انت خدام صحفي ولا شي صحفي ويتعدى عليك باغي بحال باغي يدابز معاك وانتوما في واحد الندوه صحفيه كان يكون الرب ديالك وهذا الشيء كنقول لك اقسم بالله العلي العظيم وهذاك اكس اللي كتهضر عليه والله الا تمنيت كنهزكم ديك لبروكسل وتسمع لا ريبيتاسيون هادي ديلو على رونجو ارونجو تلاقى لينا في سيلا زيرو في طنجه جا عندي ما كنعرفوش في بلجيكا عند الاستوديو قال لي اقسم بالله اخي سامي الا دير لي 32 مليون هرب لي هو وخويا قسما بالله وهذا ما تحصل فيا يوم القيامه ارونجو معروف قال لي انا ندير له يعطيني لي كونتاكت الصحافه قلت له انا خاطيني بعيد على هذا الشيء هذا بلا ما نقول لك هذا اللي ديرو ها موسيقي خدم مع دارو 1000 درهم اللي دارو 2000 اللي ما خلصوش ها اللي عندك راه عندك فيزا الحمد لله حنا كنخدموا نيشان انا عيب وعار الا شي واحد جا قال لك راه كنسال سامي الفلوس ولا بدا لي الصوره تعدى عليا ولا حقرني كايناش اما شي واحد تعدى عليا راه كنجاوبو اخويا سمح لي انا واخا القضيه صفات الفنان كاينين شي صفات الفنان في كاينين ما نديش الناس ما تعداش الحمد لله مرضي لوالديه وكنبقى نقول لله هو كنخدم باقي كنتعلم ماشي نقول انا وصلت لا واعر ولا انا باقي كنتعلم الحمد لله ديما الجديد واي حاجه كيقولها لي فان كنديرها لهم ما كنتعدات انا واحد هذه هي الحاجه اللي اما شي واحد اللي تعدى عليا راه كيلقاني ولا كيبقى سامي راه كيقول لي واحد السيد اخر وانا كنقول هاد الناس كاملين الصحافيين وهاد البنات اللي حاضرين معنا صحفيات بنت هذه راه يتعدى عليها شي واحد تولي له واحد الوجه اخر وخاص تكون مغنيه حني هكا ربي خلقنا حنا هكا دايرين ظريفين مع اللي ظريفين وكيشاهدوا مخرج الجلده أنا بس أريد أن أشوف أنت كيف تسوي.